ورد في الحديث القدسي الشريف: وأخلص العمل فإن الناقد بصير. العمل قد يكون لغير الله عز وجل، وقد يكون لله ولغير الله معا، وقد يكون لله فقط، وهذا هو العمل الخالص. هذا الحديث القدسي هكذا يقول خطابا لابن آدم: أن العمل اجعله خالصا لله تعالى، لا لغير الله ولا لله ولغير الله معا، فإن الناقد، الناقد الذي ينقد يعني يأخذ يتسلم، الذي يتسلم العمل يأخذ العمل بصير. بصير صيغة مبالغة من إبصار. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينقد ويأخذ العمل ويرتفع العمل الصالح إليه. الله تعالى بصير. إذا كان العمل لغير الله، الله يبصر ذلك، وإذا كان العمل لله ولغير الله معا، الله تعالى أيضا يبصر ذلك، وإذا كان العمل خالصا لله فقط، الله تعالى أيضا يبصر ذلك. العمل الذي ليس خالصا لله تعالى، هذا لا يؤجر الإنسان عليه، بل يكون حسرة للإنسان في الآخرة. فقد ورد في حديث آخر أن هناك أناسا لهم في الدنيا أعمال صالحة كثيرة، هم كثيرة هم صالحة وصحيحة. الحديث الآخر يقول: يوم القيامة أعمالهم كالجبال، مضمون الحديث الشريف، من الكثرة وبيضاء لأنها صحيحة غير باطلة، ولكنهم أصحاب هذه الأعمال، الأعمال الضخمة التي اجتمعت فصارت كالجبال وكانت صحيحة، ولذا كانت بيضاء، يؤمر بهؤلاء إلى النار، حتى أن الملائكة الذين هم الوسائط بين الله تعالى وبين عباده
وهم بعض الشيء يعرفون أساليب الله تعالى، لأن أوامر الإلهية كثيرا ما تجري على أيديهم وبواسطتهم. في الحديث الشريف الملائكة يسألون الله تعالى لماذا يؤمر بهؤلاء إلى النار مع هذه الأعمال التي عملوها في الدنيا وأتوا بها في الدنيا بهذه الكثرة، ولكن ومع ذلك كانت صحيحة، ولذا كانت كالجبال وبيضاء. يسأل الملائكة الله تعالى لماذا يؤمر هؤلاء إلى النار، فيأتي النداء من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة إن هؤلاء ما أرادوني بها، فليس لهم جزاء عند الله سبحانه وتعالى. إذا شخص في الدنيا باع داره إلى شخص آخر، هل له الحق أن يطالب غير من باع له الدار بمال الدار بثمن الدار؟ إذا الشخص عمل لزيد عملا، هل له الحق أن يطالب غير زيد بثمن هذا العمل؟ إذا العمل كان لغير الله تعالى، فما حق الإنسان على الله تعالى؟ أولا، ما هي ميزة العمل؟ ما يميز العمل الخالص عن غيره؟ هناك أحاديث عديدة، ومنها هذا الحديث الآخر الذي مضمونه العمل الخالص الذي لا تريد أن يمدحك عليه غير الله تعالى. إذا الإنسان صلى، لمن يصلي؟ لله أو لغير الله؟ هل يريد أن يمدحه غير الله تعالى؟ يمدحون صلاته، إذا صام، إذا هيأ مقدمات الوجود لهداية الشخص، إذا قضى حاجة مؤمن، إذا سعى في أمر الآخرين، إذا تواضع ولم يتكبر، إذا كان حسن الخلق، لمن كحسن خلقه كان لمن؟ لنفسه، لإشباع هذه الشهوة النفسية حتى يمدحه الناس، حتى يثني الناس عليه، حتى يحترموه، قضى حاجة مؤمن لكي ذاك في يوم ما أيضا يقضي حاجته، الهدف ماذا كان؟ هذا الحديث يركز على هذا المعنى، العمل الصالح، العمل الخالص هو الذي لا تريد، يعني ليست إرادتك من هذا العمل أن يمدحك عليه غير الله تعالى. العمل الخالص هو هذا، سواء كان ذلك العمل من العبادات كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك، أو من المعاملات، أو من الإحسان إلى الآخرين. ممكن أن تكون هناك آثار وضعية للعمل الصالح، سواء كان لله أو لغير الله. أما الناقد وهو الله تعالى بصير،
إنسان يبيع داره لشخص، هل صحيح أن يبيع هذه الدار لشخص آخر؟ في الحديث الشريف بالنسبة إلى الصلاة، إنما يقبل من صلاة العبد ما أقبل به. عندما الإنسان يكبر للصلاة توجهه إرادته أين؟ هذا من فروع الإخلاص يكون. هل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أم التوجه إلى غير الله، إلى مشكلاته، إلى حوائجه، إلى القصص التي كان يعيشها، إلى الأجواء التي كان يعيشها؟ فبمقدار ما يكون من أجزاء الصلاة والمصلي متوجه بتلك الأجزاء إلى الله تعالى، أو في تلك الأجزاء متوجه إلى الله تعالى، ذلك المقدار من الصلاة يسجل له. فربما يكون شخص كما في الحديث الشريف في نص الحديث الشريف يسجل للشخص نصف صلاته، لأنه في نصف صلاته كان متوجها إلى الله تعالى. وقد يسجل له، يكتب له ربع صلاته، ثلث صلاته، خمس صلاته. وفي الحديث نفسه وقد يسجل للإنسان، يكتب له عشر صلاته، يعني 19 الصلاة لا تكتب، لأنه توجه إلى غير الله تعالى في أثناء الصلاة. وهكذا في الصلاة أكو رواية خاصة، روايات خاصة بهذا المعنى، ولكن الروايات العامة تعمم هذا المعنى لغير الصلاة من عبادات، حتى غير العبادات. الإنسان إرادته من عمله، هل هو الله وحده أم غير الله وحده، أم الله مع غير الله الخالص ما كان لله؟ وهل يمكن ذلك؟ لماذا لا؟ نعم، ليس هينا وسهلا، هذا أمر صعب، أما لا بد منه وممكن. صعب لكنه ممكن. إن لله سبحانه وتعالى في ماضي التاريخ وفي حاضر التاريخ وفي مستقبل التاريخ الكثيرون والكثيرون من المؤمنين والمخلصين الذين يخلصون أعمالهم لله سبحانه وتعالى. لا أنه لا يذكر عمله لغير الله، لا يريد الجزاء من غير الله تعالى، لا يريد المدح من غير الله تعالى. نعم، هناك قد يكون الإنسان يذكر عمله لله تعالى، يذكر للغير، ولكن كل قصده وكل نيته أن يعلم الآخرين، هذا أيضا يكون لله تعالى. مجرد إظهار العمل هذا أعم من أن يكون لله أو يكون لغير الله أو يكون لله ولغير الله معا. والشيطان أيضا في هذا المجال ككل مجال يوسوس، لأنه من مقدمات الوجود لهداية الآخرين
ذكر يعني بعض أقسامه، أن يذكر الإنسان عمله للآخرين حتى يتعلموا منه. ولذا ورد في الحديث الشريف بالنسبة للزكاة الواجبة، بالنسبة للصدقات الواجبة، وبالأدلة الأخرى المعممة مثل الخمس الواجب وغير ذلك، ورد في الأحاديث الشريفة أنه من الأفضل أن الإنسان يؤدي أمواله التي يجب عليه أداؤها في الواجبات أن يؤديها علنا حتى الناس يرون. أما هذا الإعلان هل يكون لله حتى يتعلم الناس، يعني هذا الهدف، أم هذا الإعلان يكون الهدف منه إرواء الغريزة الجنسية حب الظهور؟ هنا يأتي فإن الناقد بصير. أحد المراجع الماضين رضوان الله عليه ذكر أنه ألف كتابا وأتعب نفسه كثيرا في تأليف ذلك الكتاب، وذات يوم هذا المرجع نقل لبعض الأشخاص موضوعا بحثا وقال أنا كتبت هذا في كتاب لي، فأحد الأشخاص طلب منه أن يعطيه الكتاب حتى ينظر فيه. قال هذا العالم أعطيت الكتاب لذلك الشخص ولم يرده علي، وأكثر من مرة بعد فترة طلبت منه الكتاب، قال لي سآتيك به، وبالتالي لم يأتني به، وذكر أنه الكتاب فقد الكتاب ولا يعلم أين صار، أين وضعه، ونساه أو أخذه شخص منه ولم يرده عليه. هذا العالم قال هذا الكتاب أنا تأسفت عليه، إذ أنه كان الغرض أن هذا الكتاب في يوم من الأيام يطبع وينشر والناس يستفيدون منه، ولكن بالنتيجة ماذا أصنع؟ هذا يقول فقدت الكتاب. قال وبعد سنوات رأيت الكتاب مطبوعا باسم نفس ذلك الشخص الذي أخذ منه الكتاب واستعار منه الكتاب. هذا العالم لم يذكر اسم ذلك الشخص عادة، ولكن قال أنا فرحت إذ رأيت هذه المطالب طبعت وانتشرت والناس يستفيدون منها. الإنسان ممكن أن يكتب كتابا، يؤلف موضوعا في كتاب، ويكون الغرض له من هذا التأليف خالصا لله تعالى، وهكذا بالنسبة لهداية الآخرين، وهكذا بالنسبة لقضاء حوائج الآخرين. وهناك أحاديث عديدة في هذا المجال. المهم أن الإنسان، وقصص عديدة كثيرة، المهم أن الإنسان يعزم على الإخلاص حتى شيئا فشيئا يوفق إلى مراتب من الإخلاص، مراتب متوسطة أو عالية. وإذا لم يعزم على ذلك، الشيطان بالتعاون مع الشهوات يحاولون أن يبعد الإنسان عن الإخلاص، لأن
شهوات الإنسان تدفع الإنسان إلى عرض أعماله، إلى عرض شخصيته، لكي يعظم شخصه عند في أعين الناس. لكن هذه خسارة عظيمة للإنسان، يخسر بذلك آخرته، ويخسر بذلك أهم شيء الذي خلق لأجله، وهو الجنة أو الدرجات الرفيعة من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للإخلاص في جميع أعمالنا. بجاه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.